مشاهدينا الكرام، هذا هو الملخص الذي دار في صباح هذا اليوم. الشوط الأول الرئيسي كان مع جميلة لسعيد بن محمد الرميثي، من افتتحت الشوط الأول الرئيسي لثمانية كيلومترات مثل 13 دقيقة ثانية واحدة خمسة من الأجزاء من الثانية. أتت في شوطنا الثاني السحرة كذلك لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي أيضا، ودى السلام لأهالي السمحة وأهالي نجد الشبا في الشوطين الرئيسيين ب 13 دقيقة 5 ثواني وثلاثا من الأجزاء من الثانية. بينما الشوط الأول الرئيسي للقعدان المحليات الأصايل ذهب مع هداد لسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري ب 13 دقيقة 24 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية، وأدى السلام لأهالي هناك أيضا الشحانية بدولة قطر الشقيقة وخاصة منطقة الهواجر. أتى في الشوط الرئيسي للقعدان المهدنات رياض لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري أيضا من ميدان الشحانية ب 13 دقيقة 28 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية، وأدى السلام لأهالي الريان بدولة قطر. بينما جولتنا الثانية تحتها دستور للسيد راشد بن خليفة بن المر النيادي ب 13 دقيقة 3 ثواني جزئين من الثانية، وأدت السلام لأهالي مدينة العين. أما شوطنا السادس فكان مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل مع ذخيرة المسري بن سالم بالعرطي الحميري، وها هي أمامكم على شاشة التلفزيون ب 13 دقيقة 15 ثانية جزئين من الثانية، وأدت السلام لأهالي المرموم. وانتقلنا من بعد ذلك إلى سن أيضا الثنايا القعدان المحليات الأصايل، وكان وافي في المنافسة مع مبدع واستطاع في اللحظات الأخيرة أن يعلن الفوز لعبد الله بن حمود بن تركي لقتبي ب 13 دقيقة 16 ثانية ستا من الأجزاء من الثانية، هو توقيته الزمني. أما أهالي الغربية فأتونا بصريح هنا وانتزع الفوز والناموس لسيف بن السيل بن علي بن قاشوط المزروعي. السلام لأهالي الغربية ب 13 دقيقة 18 ثانية وفاء وتماما وكمالا توقيته الزمني. بينما جولتنا الأخيرة هنا كانت بداية بالشوط التاسع مع مصيحة لعبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي، ودت السلام إلى أهالي القوع ب 13 دقيقة 4 ثواني خمسا من الأجزاء من الثانية. بينما شوطنا العاشر وكان من صالحي هنا أيضا الشاهينية صاحبة الإنجاز في العام الماضي وأربع سيارات تقريبا في رصيدها ب 13 دقيقة جزئين من الثانية، أفضل توقيت زمني تحت أقدام الشاهينية في هذا الصباح لمحمد بن سعيد بالعصري بن صرود الخيلي، هي صاحبة التوقيت الأفضل. بينما شوطنا الحادي عشر فكان مع مياس العلي بن راشد بن سعيد بن راية المري ب 13 دقيقة 16 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية، هو توقيت الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون. أما شوط الختام فكان مع مايا هاب وشعار صعب المضمنين، أهو أمامكم يتهادى إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس ب 13 دقيقة 19 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي. هذا ما دار في هذا الصباح. هكذا نأتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم، على أمل أن نلتقي معكم في الثانية والنصف بعد ظهر هذا اليوم. تقبلوا تحيات مخرج هذا النقل الأستاذ تيسير شنابلة، تقبلوا تحيات جميع الأقوى أيضا والكادر الإعلامي، تحيات كل المذيعين، تحياتي فايز مغفان الجابري، وإلى اللقاء.